أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجوز أخذ العوض عن الشفاعة للمخلوقين في الدنيا واتخاذها مهنة يتكسب منها؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى إليه هدية فقبلها فإنما أتى بابا عظيما من الربا. لأن الشفاعة يقصد بها القربة إلى الله عز وجل، والقرب لا يؤخذ عليها أجر في الدنيا. نعم.